إذا كان الطلاق خيارك وقرارك الأخير فإني سآخذ ابني معي. ما دمت لم تحتكم من العقل ولم أستطع أن أصلح ما بيننا بسبب عنادك فلابد من الطلاق، ولكني سأحتفظ بجميل، ولكني سأحتفظ بجميل، فجميل لا يستطيع أن يعيش معك. لا، سآخذ ابني معي، جميل سيكون معي. اخرجي. سيكون معي. اخرجي. سيكون معي ابني، ابني سيكون معي. اخرجي. أمي لا تتركيني، أمي، أمي لا تتركيني، أمي لا تتركيني. أمي. جميل. أمي لا تتركيني، أمي لا تتركيني، أمي لا تتركيني، أمي لا تتركيني، أمي لا تتركيني. سلام قبل جميل. ولدي جميل. عاد للمشي أثناء نومه. أبي، لماذا تمسك بيدي؟ لأنك كنت تمشي وأنت نائم يا ولدي. لا بأس عليك، تعال تعال. حقا؟ اجلس يا ولدي اجلس. ظننت هذه الحالة لن تعود. إنها الأحلام يا أبي. لا بأس عليك يا ولدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أبي، هل أستطيع أن أذهب غدا لزيارة أمي في بيت جدي؟ نعم تستطيع، ولكن لا تتأخر كي تواصل معي دراسة شرح القرآن الكريم وتعلم اللغة التركية، فأنت بحاجة إليها كحاجتك للغة العربية. هيا اذهب إلى فراشك الآن. هنا. الطب الفرنجي يعرف كيف يعالج مثل حالة جميل. لا علاج للأحلام يا نعيمة. غدا يرتاح ولن يعاوده الحلم. سيذهب ليزور أمه، إنه يشتاق إليها فقط. أنت لا تفارقين حلمي أبدا يا أمي، كل ليلة أراك في حلم، ولكن أحيانا أستيقظ فزعا. أنت رجل الآن يا جميل، وحين فارقتك كنت صغيرا وكان ما تقوله مقبولا، أما الآن فيجب أن تحلم بشيء آخر، المستقبل وما ستصبح غدا. سأصبح معلما للغة العربية والتعاليم الدينية كما بدأ أبي حياته. هل ما زال يعلمك المواد نفسها؟ أجل أمي، كلما آتي لزيارتك أخبرك أنه يعلمني أيضا اللغة التركية إضافة إلى الكردية.
اللغة الكردية مهمة جدا يا ولدي، إنها لغة أهلك، لغة الأصل الذي تنتمي إليه. إنما القرآن، القرآن يا جميل. حفظت وتعلمت الكثير من تفسير الآيات يا أمي، وأبي ما زال يعلمني. ستصبح شيخا في العلم والدين يا ولدي كما كان الرجال في أهلك. أحب أن أصبح مفتيا مثل أبي، ولو أنها مهمة شاقة وتستغرق كل وقته. إنه هو الذي يبدد الوقت بقبوله لكل سائل وزائر. كنت لا أجده حين أريده، معظم وقته نهارا في العمل، ووقت الراحة يتحول إلى مجلس علم وفقه. يكفي يا أمي أرجوك، يكفي. لا داعي لأن تبرري سبب طلاقكما كلما أتيت لزيارتك. لا داعي، ما كان كان. ما الذي يفعله جميل هنا؟ يناجي الزهور والطيور وينظم الشعر. جميل! لما ارتبكت يا جميل؟ إنه دائما مرتبك هكذا. لا داعي للسخرية والضحك، وخصوصا أنت يا محمود يا وقور. سيلقي علي سيلا من اللوم والتأنيب. تعال معي وحدك ودع الذين يضحكون بلا سبب. لم أكن أعرف الصبابة حتى ظهرت لي ليلى بغير قناع، ثم غابت عني، فلم يبق للشمس بأفق الرجاء غير شعاع. أي صبابة وأي شوق وأي عشق هذا، وأنت لم ترى الفتاة إلا مرة؟ بل مرتين، الأولى كانت قريبة بلا برقة، التفتت ورأتني أنظر فلم تخجل أو تهرب، وفي الثانية كانت بعيدة لم ترني ولم أرى وجهها جيدا. استفق استفق، سنتأخر عن درس النحو يا جميل. يسقمني هذا الدرس يا محمود، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف العلم. واحدة كلمة واللفظ عم، وكلمة بها كلام قد يعم. بربك هل هذا شعر؟ هل هذا شعر؟ كلام مصطنع مرتب بلا روح. أين هذا من قول عنترة؟ ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. الشعر التعليمي يختلف عن شعر الغزل والحماسة والفخر. لا يمكنك أن تتعلم النحو دون ألفية ابن مالك. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. سوف ترجع له. وقف وقف،
لا تدع ذهنك يشرد يا ولدي، وأجب عن الأسئلة التي كتبتها لك، وإذا عجزت فسلني. هل هناك زنادقة في هذا الزمن كزنادقة عصر الخليفة المهدي العباسي؟ نعم يا ولدي، فأهل الإلحاد والردة يتواجدون في كل زمان ومكان. وتذكر أن الإفرنج الذين تسربوا إلى مدننا يشجعون على تخريب النفوس والعياذ بالله. دعني أرى ما كتبت وكيف هو إنشاؤك. من نظم هذا الشعر؟ أنا يا أبي، نظمته قبل أيام عفو الخاطر. لا بأس، فأنا شجعتك على نظم الشعر، ولكن دراسة تفسير القرآن هي الأهم يا ولدي. لم أعد أستطيع القراءة في هذا الوقت. أنا أقرأ عنك يا أبي. حسنا، اقرأ الشعر وبعد ذلك نعود للتفسير. رأيت شيخا مقوس الظهر، فقلت لنفسي ناشدت شيخا قد تقوس، ما تفتش بالتراب. فأجاب يا ولدي لقد ضيعت أيام الشباب. من شابه أباه فما ظلم. أنا قلت في هذا المعنى منذ زمن، بان في المرآة رجل كبير عاش حتى تعرف الأحوال. فقلت كم عشت؟ قال 90 عاما. فقلت ماذا فعلت؟ فقال ثيابا لبستها فاخرات، جددا انتزعتها أسمالا. إذن أنت وأنا يا أبي نسير على نفس الدرب. لا يا ولدي، أنا أقرب إلى الفتوى وأمور الشرع أكثر منك، أنت تتجه إلى الأدب والشعر، وهذا يجعل منك ناجحا إن شاء الله. هذا زمان عجب، كل يوم نسمع أشياء جديدة غريبة. بلاد الإسلام دخلها أجانب وأفكار أجنبية، وهذا الكتاب دليل على وجود أياد دفعت صاحبه إلى الكفر والزندقة، ويريد أن يقود الناس إلى الإلحاد باسم الإسلام. أستغفر الله وأعوذ بالله من كل كافر. تصور يا جناب المفتي، هذا الكتاب يدعو إلى إلغاء لغة القرآن، ويطالب المرأة بنزع الحياء، وحتى الأديان يريد أن يجعلها بدين واحد لا أدري ما هو. ما دام مولانا السلطان حفظه الله قد تشدد في محاسبة أبثال هؤلاء فلا خوف إن شاء الله. نريد أن نصدر فتوى بتحريم هذا الكتاب وكل ما فيه، ونقول علنا كتاب البيان كتاب كفر. انتظر 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 لأسوي لك عمامتك. يا لك من خبير بالعمامات ولكنها، ما أهمية أن تكون العمامة في وضع معين خاص جدا؟ أنت ستدخل لتدرس الطلاب، ولا بد أن تكون بهيئة شيوخ العلم. حين أصبح شيخا أدعوك لتسوي عمامتك. يجب أن نسرع إلى الديوان، فقد وعدنا بوظيفة. هيا إلى اللقاء. هل تدرس ما سمعته في مجلس عمي طه؟ ليس كالذي سمعته في مجلس أبي. أبوك مفتن، وليس هناك في مجلسه حديث عن العلم وصناعة الآلات وغيرها. لا يخلو مجلس من ذكر ذلك، حتى أني حفظت شعرا لأحدهم يصف قطارا، وهو شعر بارد. وما هو هذا الشعر؟ يقول كيف تنقاد قلعة من حديد، أو حديد ينساب فوق حديد، أولوها من الصعيد حديدا فاعتلت صهوة الحديد الجديد. أنا لا أهتم بهذا، أنا أهتم بالأفكار التي تتسرب إلى النفوس وبتقلبها. هيا بنا. Thank you.
ما الذي يبينه هذا الكتاب؟ إن اختلاف الألسن بين الشعوب مثل اختلاف الأديان. هل يمكن أن تتوحد ألسن جميع الناس وفق لغة واحدة؟ المرأة بلا حجاب؟ ترى كيف سيكون شكل نسائنا بلا حجاب؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. مبارك مبارك عليك يا جميل أفندي. هل صرت أفندي لأني صرت معلما يا أمي؟ وهل ترى ذلك قليلا يا ولدي؟ صدقيني يا أمي، المتعلم خير من المعلم أحيانا. كفى كفى، أنا لا أريد أن أسمع كلاما يجرنا إلى كلام لا أفهمه. تعال اجلس كي أكلمك بأمر ضروري ومهم. أنت الآن رجل ومعلم وصاحب مسؤولية في المجتمع، ويجب أن تكون لك حياة مستقلة. وكيف ترين أنت الحياة المستقرة يا أمي؟ بيتا به زوجة وأولاد. بيت غير بيت أبي؟ إنه بيت نعيمة، زوجة أبيك هي ست البيت، ولا يمكن أن تكون زوجة ابني خادمة لأمثال نعيمة. هذا يعني أن أفارق أبي؟ لم تعد طفلا يا جميل كي تظل ملتصقا بأبيك. هذا موضوع لا أريد الكلام به الآن. تأثير المفتي على هذا الولد شيء قد سلبه شخصيته. هيا بسرعة، سيصل موقف مولانا الوالي قريبا. أنت أيضا في انتظار الوالي الجديد. من هو هذا الوالي؟ جميل يا ماكر، ألم تسمع في مجلس والدك بالوالي الجديد؟ اسمه مصطفى عاصم. وهل هو باشا أو بي؟ لا أهمية لهذا الأمر عندي، فالدنيا والحظوظ ترفعان كثيرا من الناس. رفعت بأناس جاهلين حظوظه إلى رتب في الجاه والحظ مرقات، تزول منافات النقيصتين منها، وبين الحجى والحظ تبقى المناقات. هذا الشعر فيه ذم لأصحاب الوظائف، أليس كذلك؟ لأنك صرت من أصحاب الوظائف يا محمود،
أخذت تتحسس من الشعر والنقد؟ أصحاب الوظائف العليا هم المتهمون وهم الذين يتحسسون. طبعا، لأنهم الحكام المنفذون المالكون لكل شيء. لا داعي لهذا الكلام، أنا مثلك أمتلك هذا الوعي لكني ألزم لساني. الحاكم العادل لا يخاف الألسنة، بل يسمع منها ويصحح أخطاءها. دعنا من هذا كله وتعال معي أمنحك مجلات وصلت من مصر. المقتطف أليس كذلك؟ لدي منها عددان لا أكثر. أنا أحصل على هذه المجلة بانتظام، تعال معي لأعطيك الأعداد الثلاثة الأخيرة، اقرأها وأعدها لي. حاضر. جيد، صار في مجلة المقتطف من يترجم مواضيع عن الفرنسية، هذا جيد. الترجمة عن الفرنسية مهمة. أتحدث نفسك يا ولدي؟ أنا أقرأ ثم أناقش مع نفسي. أريني. تفضل يا أبي. قصاصات مختارة من مجلة المقتطف، المقتطف المصرية. أجل يا أبي. بودلير، فيكتور هوغو وغيرهم من الأدباء والشعراء أصحاب الفجور والأفكار المنحرفة. إنها ثقافة الغرب يا أبي، ويجب أن نطلع عليها. يدي تصل إلى هذا وأقرأ، لكني لم أجد ما يناسبنا ويرضي أخلاقنا وديننا. علينا أن نعرف من هؤلاء وكيف يفكرون كي نستطيع أن نواجه أفكارهم. دعك من هذا، واستعد لتذهب معي إلى مجلس الوالي الجديد. هل دعانا الوالي الجديد لزيارته؟ أنا مفتي بغداد، ويجب أن أتعرف على الوالي الجديد، وأريدك أن تأتي معي لتتعرف على وجهاء القوم في المجتمع. ولكن أنا يا أبي. أنت ابن مفتي بغداد الذي يسأله الناس عن أمور دينهم، وهذا يجعلك في مكانة مرموقة جدا. هيا استعد لتذهب معي، ولا تنسى الشعر. أريدك أن تقول شيئا في حضرة الوالي مصطفى عاصم. هيا سأستعد. سمعت من عمي أن الوالي استحسن مدحك يا جميل. صار جميل من المداحين المتملقين لأهل الرتب. لا, لا 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 لا، أنا قلت في الوالي شعرا فيه تورية لكنه لم يفهم. كيف يا جميل؟ ألم يقل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم. عاصم هنا ماذا تعني؟ أي شيء يعتصم به الإنسان. يمكن أن يكون اسم جنس لأي شيء يحتمي به الملهوف. وأنا قلت: كيف أخاف الدهر أو أرهب الردى وقد لذت من صرف الزمان بعاصمي. ففهم الوالي أنه هو المقصود، لن اسمه مصطفى عاصم. وأنا قصدت أي شيء آخر يعتصم به الإنسان. ذكرتني ببيت المتنبي يا محمود، وهو يقول: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه. لا عجب، فأصله قرد كما يقول داروين. ماذا؟ داروين جعلنا جميعا من أصل القرود. أنا أقرأ في هذا الموضوع بخوف وأدس الأوراق تحت السرير. هل يهمك هذا الموضوع يا جميل؟ إنه قول فيه ما ينافي العقل والدين. ربما، ولكن نظرية داروين تشغل العالم الآن. العالم فيه الكثير مما يشغله الآن، وخصوصا في هذه الثورة العلمية والفكرية. وأين نحن من هذه الثورة؟ أين نحن من العالم يا ناس؟ إذا كان هناك من يستطيع أن يرفع صوته ليعلن أن الإنسان من نسل القرد
فإننا لا نستطيع أن نقول إننا بشر، لنا فكر ورأي ولسان. هل أنت مع نظرية داروين؟ لا نستطيع أن نكمل النقاش حول هذا الموضوع لنكون مع أو ضد، فالأفكار التي تصلنا تكون متقطعة، متسربة، مهربة، والحكام هم الذين يمنعون هذه الأفكار، وما يقوله الحاكم هو المسموع فقط. نحن في دولة تداركها الله، تبيح المحظور للحكام، وعدها بالصلاح جم، ولكن لا يجوز الإصلاح حد الكلام. نحن قوم قضت إرادة شخص واحد أن نعيش كالأنعام. يا جميل، هل جننت يا جميل؟ مثل هذا القول تقطع من دونه الرؤوس. لهذا لا نستطيع أن نقدم أفكارا حرة تناسب حركة التطور يا ناس. دعك من هذه الفلسفة. نعيمة تعالي ساعدينك يضع ملابسي، أريد أن أستعد لإعلان البشرى. خير، خيرا إن شاء الله. هل جاء فرمان من اسطنبول فيه شيء يخصك؟ جميل جميل يا نعيمة، سيصبح في وظيفة رفيعة. وظيفة؟ هو معلم الآن، أليست هذه وظيفة؟ جميل، صوتك يلعلع بفرح يا أبي. فرحي بك يا جميل، جناب الوالي إعجابا منه وتقديرا لما لمسه من نباهتك جعلك عضوا في مجلس المعارف، ومجلس المعارف له صلة بالباب العالي في اسطنبول. هذه الوظيفة تجعلني أكثر حرية من التعليم. طبعا يا ولدي، مجلس المعارف فوق كل المعلمين، ويشرف على المدارس، ويمثله عضو في مجلس المبعوثين. ألا ترى كيف ارتفعت مكانتك؟ ما بك واجب هكذا؟ أنا لا أستقبل الأشياء الجديدة بحماسة يا أبي، الجديد يحتاج وقتا كي نألفه ونعرفه. دعك من الوساوس واستعد لمستقبل أفضل. هذه أمور نعرفها، لكنها ليست من اختصاصاتنا. جناب البيك هو من يوقع على مثل هذا. فارغة، جريدة الزوراء فارغة. هل تقرأ جريدة الزوراء باستمرار جميل أفندي؟ أحيانا حين تصير في يدي. لا يوجد بها غير خبر واحد جيد، انظر. إنها على الموسيقى الإسبانية. أنا أحب مجلس مدام روز لسماع الموسيقى الإسبانية والتمتع برقص البنات. بنات؟ بنات من؟ بنات الفرح والمرح. يبدو أنك لم تجرب سماع الموسيقى. أسمع الموسيقى؟ لا لا. تعال معي وستسمع وترى العجب. إلى أين؟ لا تمثل السذاجة يا جميل، أقرضني بعض المال ودع الباقي لي. ولكني كما تعلم أنت شاعر حسب ما سمعنا، والشاعر يحتاج جو غير هذه الأجواء. مضت أيام وأنت بيننا تعمل وتعمل، ولا تترك لنفسك وقتا للكلام ولا الضحك ولا الراحة. اسمع مراد أفندي، أنا لا أدخل مكانا فيه سفاهة وقلة حياة. هذه العمامة والجبة هما السبب، أفكارك مضغوطة رغم ما سمعت من تحررك ومناداتك بأفكار جديدة. الأفكار الجديدة بلا التزام بالآداب والقيم لا فائدة منها. سندخل بنقاش يبعد عن الموسيقى. الليلة ستسمع وترى ما يضيف جديدا لأفكارك. أوه،
راسي ثقيل من كثرة العمل. أبي ما بك؟ هل أدعو الطبيب؟ لا يا ولدي، خذني إلى الداخل. ما هذا يا جميل؟ لم أتأخر، صليت العشاء وجئت حسب الموعد. هيئتك، عمامتك. أنا هكذا، ابن مفتي بغداد ورجل دين وأدب، وأنت أفندي ابن أفندي. تعال، سأضع عمامتك عند أحد معارفي. لا تحاول أن تتكلم، سأريك الليلة ما لم ترى. تعال تعال. أنت لم تدخل صالون مدام غوث قبل الآن؟ نعم. ألم تدخل صالون مدام غوث قبل الآن؟ لا لا. لما أنت خائف؟ تعال تعال لنتحدث. اهدأ اهدأ فلنتحدث. أنا أعرفك. أنت لا تعرفينني، أنت لست من هنا، ولسانك ينطق العربية بعدم اتزان. أنت الشاعر، هذا الثعلب الماك مغاد حدثني عنك، وأنا أحب الشعر. حقا؟ أنا أعرف شعرا بغير العربية، أعرف شعرا بالتركية والكردية. وأنا أفهم العربية جيدا، أحببتها لأن جدي حدثني عن أجداده. إننا ننحدر من أمير عربي كان معروفا في إسبانيا أيام كان اسمها بلاد الأندلس، أليس كذلك؟ كنت أتمنى أن أعيش هناك في ذلك الزمان. شو ما هذا العطر؟ إنه من زهرة جاء بها العرب إلى إسبانيا. أنا جئت إلى هنا لأسمع الموسيقى. وأنا أحب أن أجالس شاعرا مهما مثلك. هذا مجلس موسيقى لا شعر. بيتي في آخر الشارع إلى اليسار، أترك بابي في أي وقت لنجلس ونتحدث. أنا أحفظ الكثير من الشعر. لا أكثر من هذا يا جميل أفندي، حتى في بيت رحيل لن تجد غير جلبة وضحك وأحاديث عن الشعر. أيعقل أن تعرف تلك الغانية المبتذلة شيئا عن الشعر؟ ما دامت قد دعتك إلى بيتها فأنت تستطيع أن تجرب الوضع. أنت من دبر كل هذا يا ماكر. لم أفعل سوى شيء واحد، طلبت من صاحبة الصالون أن تسمح باستضافتك، وسمعت رحيل اسمك وعلمت أنك شاعر تردد المجالس شعرة، فجن جنونها. لا أصدقك. الشعر الجاهلي هو الشعر الحقيقي،
شعر راسخ لا يتزعزع. صدقت يا شيخ مصطفى، فأنا لم أسمع من ينظم مثل معلقة امرئ القيس في هذا الزمان. ولا أحد جاء بأبيات محكمة كقول زهير: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذمم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام. تعال يا جميل، تعال تعال وشاركنا، فأنت تنظم الشعر على طريقة اليوم. طريقة اليوم ليس فيها قوة ولا متانة، شعر ضعيف لا أكثر. ليس من السهولة أن نزن الشعر بميزان الماضي ولا بقياس الأمس. هذا تهرب يا جميل، فلا حجة لديك. أقول في هذا: وما الشعر إلا ما يمثل أهله، فينفك من ماضي أناس إلى الحال، وما كالشعر إلفتي من شعوره، فما هو مقبول ولا هو ذو بال، وما رأفتي ممن تقدم عهدهم سوى الصدق، إن الصدق أجمل سربال. أحسنت يا ولدي، أحسنت وبارك الله فيك. أبي أبي يا شيخ. أبي جميل، لم أكن أريد أن ألح عليك في أمر الزواج في عهد أبيك رحمه الله. رحمه الله. أما الآن لا عذر لك ولا سكوت لي، يجب أن تتزوج وتستقر يا ولدي. يا أمي، هذا الأمر يحتاج إلى تفكير. ذهب عهد التفكير وبدأ عهد التدبير يا ولدي. اسمع، نعيمة قد ذهبت إلى بيت أهلها بعد أن أخذت إرثها وتركت البيت لتصرفك. حسنا يا أمي، من في ذهنك من بنات الأقارب؟ لا، دعنا من بنات الأقارب، أنا أريد لك امرأة أسامرها وأجالسها باستمرار. إنها زكية، زكية بنت مهدي أفندي، وليس بعدها، وقد أعجبني أدبها وأخلاقها ومهارتها في إدارة شؤون المنزل، وهي جميلة يا ولدي. وبعد أيام سنباشر أمور الخطبة والزواج، ما رأيك؟ جريدة الزوراء صارت مسخرة، حتى في إسطنبول يذكرونها بسوء، فكيف أستطيع أن أصلحها؟ لا، أمرها بيد أديب شاعر يعرف قيمة الحرف والكلمة، وسينصلح أمرها. من أين آتي بهذا الشاعر الأديب؟ أنت في بلد الشعر والأدب يا جناب الوالي وتسأل مثل هذا السؤال؟ أذكر لي شخصاً أعتمد عليه في إدارة جريدة الزوراء وتحريرها. ليس غير ابن المفتي رحمه الله جميل صدقي أفندي. إن كنت واثقاً منه فلا مانع عندي. ستشكرني كثيراً على هذا الاختيار. هذه ثاني مغة تدخل هنا، وثاني مغة تبقى متأملة المكان. ألمس غرابة لم أعهدها في البيوت الأخرى. طبعا، إنه ذوق أنثى فنانة تحب الحياة وتحب الشعر. ستعودين للشعر والإدعاء يا رحيل. الشعر العربي صعب على إسبانية مثلك. اسمع، أنا أحفظ لأبي العلاء قوله: أرواحنا معنا فليس لنا بها علم
فكيف إذا هوتها أكبغ؟ أرواحنا معنا وليس لنا بها علم، فكيف إذا حوتها الأكبر؟ أنا أفهم معنى هذا الشعر جيدا، وأسأل نفسي عن الأرواح بعد الموت، هل تبقى وتحس وتتمتع؟ لما تشغلين نفسك بهذا يا حسناء إسبانيا؟ أنا لا أحب الموت وأخاف منه، ماذا تقول أنت؟ أقول وسائلة، هل بعد أن يعبث البلا بأجسادنا نحيا ونرنو وننطق؟ فقلت مجيبا أني لست واثقا بغير الذي حسي به يخفق. تقولين يفنى الجسم والروح خالد، هل بخلود الروح عندك موثق؟ تعال تعال اجلس اجلس، اكتب هذا الشعر، اكتب وانا سأقرأ وافهم كل شيء. مهلا مهلا يا حسناء اسبانيا، اجلسي. انا اتيت اليوم لاستشارتك، ولم يخطر ببالي أنني سأكون المسؤول والمستشار. قل، أنا أسمع وأفهم. أنا سأتزوج بعد غد. خبر مفرح حقا، ولما أنت في حيرة؟ لأنني لا أعرف شيئا عن النساء. أنا من النساء. الأمر يختلف، فأنا سأتزوج فتاة لم تر من الرجال غير أبيها وأخيها. تصرف معها بلطف مثلما تتصرف معي، وستجدها في سرور وراحة. وإياك، إياك أن ترفع صوتك أو يدك عليها. مستحيل، فلقد عانيت في طفولتي من مشاكل الصراخ والضجيج والشجار. المرأة تقدم للرجل مثل ما يقدم لها، تذكر ذلك. جميل، تعال يا جميل، تعال يا ولدي، تعال تعال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انظر انظر إليه. بالرفاه والبنين، محمود صديقي. جميل، صار لقاؤك صعبا جدا، ذهبت إلى الجريدة مرتين ولم أجدك، وفي البيت لا تزورنا ولا تدعونا. كثرت الأشغال يا محمود، اعذرني، فصرت أكتب مقالات في مجلة المقتطف وأدير الزورة. أعرف هذا، ولقد سمعت أن قصيدتك الميمية أثارت الجدل حتى في اسطنبول، ودعوتك إلى إيجاد خط عربي موحد صارت حديثا آخر. الناس تبالغ يا محمود، ماذا؟ هل سنقف هكذا أمام الباب؟ تفضل، بيتك. حديثك عن ترك الحجاب وسفور المرأة مسألة خطيرة. أسفري، فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم.
كل شيء إلى التجدد ماض، فلما يقر هذا القديم؟ لم يقل بالحجاب في شكله هذا نبي ولا ارتضاه حكيم. أنا لم أدعو إلى التبذل والتحلل، إنما دعوت إلى رفع مكانة المرأة وجعلها عضوا عاملا في المجتمع. كثير من الناس يرون أن أوروبا يجب أن لا تسبقنا، ونحن أصحاب دين أعطى المرأة أكثر من الحقوق. جميل يا عزيزي، خفف من هذه الخطب. بل سأجعل من الصحافة منبرا حرا وقلمي خطيبا لا يخاف في الحق لومة لائم. كثير من الكلام والثرثرة يأتي حول شعر لا نجيزه يا شيخ مصطفى، أليس كذلك؟ جميل صدق الزهاوي وغيره من الشبان تأثروا بما يقرؤون يا جناب الوالي. وهل سيقنع هذا الكلام مولانا السلطان ولي النعم؟ إنه غاضب. مولانا السلطان ولي النعم غاضب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس لنتحدث جميل أفندي. الإنسان العاقل لا يقول كل ما يفكر فيه، أليس كذلك؟ إذا كانت أفكاره صحيحة فيجب أن يعلنها للناس. وهذا ما جعلك تقول وتقول في الصحف والمجلات إلى أن وصل صوتك الأستانة. الحمد لله أن صوتي صار مسموعا. وهذا الجانب الجيد يا الجميل. وما هو الجانب الآخر؟ لا أدري. اذهب إلى الأستانة، فمولانا السلطان عبد الحميد يريد مقابلتك، وهناك ترى الجانب الآخر، بل وربما كثيرا من الجوانب. زكية عزيزة علينا يا ولدي، وسأرعاها وأقيم معها حتى تعود من اسطنبول سالما غانما بإذن الله. أرجو أن تواصلي لي بالدعاء في كل صلاة يا أمي. من لساني وقلبي يا ولدي، من لساني وقلبي. في أمان الله يا أمي. في أمان الله يا ولدي. في أمان الله. ستجد في اسطنبول أكثر من صالون أدب وشعر وعشرات الصالونات الأخرى بما تشتهي وتحب. نرجو من الله أن تذهب سالماً وتعود سالماً. ما الذي يخطر ببالك يا محمود؟ السلطان يرسل في طلب الأدباء والشعراء باستمرار. ربما أعجبه شعرك وأراد أن يكرمك. السلطان يجيد العربية ويحفظ من القرآن الكثير. ليتني أنا من يذهب إلى الأستانة. أنت تذهب لأمر آخر. أما أنا فأذهب لغرض يعلم الله ما هو. لقد عبثت بالشعب أطماع خائف يحملهم من جوره ما يحمله، فيا ويح قوم فوضوا أمر نفسهم إلى رجل عن فعله ليس يسأل، إلى ذي اختيار في الحكمة مطلق إذا شاء لم يفعل وإن شاء يفعل. كنت أحب مجالسة هذا الشاعر وأنتظر قدومه ليسامغني. أنا موجود الآن، هيا هيا لنتسامغ. بلا بس يا أطفال مغادة فندي. نظرت إليها وهي بيضاء تبهج، يجود بها ماء الصبا يتموج. نظرت إليها وهي تربو كأنها غزال بمخضل من الأرض يدرج.
إنه عاشق متيم. لا لا يا مغاد، الأمر ليس كذلك. أنا طلبت منه أن يكون شاعرا فكتب هذا الشعر. ولما أنت حزينة هكذا لفراقه؟ لأنه رحل وهو حزين. كنت أودعه وقلبي يقول لي هذا الرجل يبتسم ابتسامة فيها حزن. لا تحزني، سيعود يوما. ومن يدري، ربما رحلت قبل عودته. طال الانتظار يا ابنتي، وزوجك غائب، عسى أن يعود إلينا في العيد القادم. ولما رأيت الغدر في القوم شيمة، وأن مجال الظلم فيهم موسع، خشيت على نفسي فأزمعت رجعة إلى بلدي من قبل إذ أسرع. بلاد بها قد ضاع من كان فاضلا، وكالملك من أهل الفضيلة أضيعه.